اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم سنتكلم فيها عن العراق، وبعد 15 عاما انتم كيف تتوقعون ان يسير الوضع في العراق واين سيذهب العراق؟ تابعونا بعد الفاصل. انه احنا على اساس حكم اسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم. ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع. كهرباء، الكهرباء ترابك لايت، الله وامان الله. اذا عندكم مروءه وعندكم انسانيه نحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ أنا مرة ترى شيعية، وأنا ما منتمية لأي حزب. مثل ما جيتوا بجنطة، تطلعون بجنطة، أنتوا طلعتوا المليارات لي قدام. ضمنتوا حياتكم، أنتوا أولادكم وأحفادكم. مثل ما جيتوا بجنطة، تطلعون بجنطة. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد مرة أخرى. لسماع رأيكم وأصواتكم، أرقام الهواتف راح تظهر أسفل الشاشة بعد شوية، ظهرا هيئات الأرقام تقدرون تتصلون بنا ونسمع آرائكم وصوتكم، واللي تردون تقولوا يطلع على الشاشة مباشرة. أتمنى تتصلون بي في حلقة اليوم صوتكم. أيضا لدينا برنامج الواتساب موجود بإيدي حاليا، تقدرون تدزولنا رسائلكم. رقم الواتساب ظهر أسفل الشاشة حاليا. الواتساب غير مخصص للاتصال مرة أخرى مشاهدينا الكرام، والفيديو اللي راح تدزولنا إياه، أي فيديو يرسل الآن على برنامج الواتساب ما راح نقدر نطلعه. إذا أردت يطلع على الشاشة أكو برنامج آخر أو رقم آخر لتطبيق أنت ترى تقدر ترسل عليه. اليوم يعني قبل ما أبدي بالحلقة، امرأة عراقية تسأل تقول على أساس حكم إسلامي كل شيء ما شفنا من تصرفاتكم. سؤال منطقي يعني، على أساس حكم إسلامي هم يجوا على هذه الطريقة؟ الأحزاب اللي جت حاليا تقول إحنا أحزاب إسلامية. أساس الحكم الإسلامي هي الشريعة الإسلامية، ما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة النبوية اللي ترك لنا إياها النبي محمد، ونتبع ما قاله الرسول: تركت فيكم اثنتين ان تمسكتم بها لن تضلوا ابدا، كتاب الله وسنتي. ف ديننا الاسلامي والشريعه الاسلاميه تحرم قتل طفل، تحرم الاعتداء على امراه، على شيخ كبير، قطع شجره، تهديم بيوت، هذا كله حاليا دا يصير بالعراق. فاين انتم من الاسلام الذي تدعونه؟ يعني هاي النقطه المهمه هنا هي سئله سؤال منطقي. هل في الشريعة اللي أنتم دا تتابعوها يا الأحزاب اللي قاعدة حاليا تحكم بالعراق، هل بالشريعة موجود تهجير؟ هل بالشريعة موجود تجويع؟ هل بالشريعة موجود حرمان؟ هل بالشريعة موجود أرامل أو أيتام؟ هل بالشريعة موجود كل ما هو موجود حاليا في العراق؟ يعني المخدرات والإيدز وما تهلك النفس هل موجودة بشريعتكم؟ وإن كانت شريعتكم تختلف عن اللي إحنا نفهمها، طلعوا لنا واحد يقول لنا الشريعه مالتكم شنو حتى نفهم انتم على اي منهج دا تمشون. لان اذا تقولون على منهج الشريعه الاسلاميه، لا اني ولا غيري ولا من الموجودين راح يقتنع بكلامكم. لانه اللي دا يصير حاليا بالعراق ما له علاقه بالشريعه الاسلاميه اصلا. احنا ما عندنا شخص يؤخذ بجريره شخص اخر. ما عندنا أطفال يحاسبون على ذنب آبائهم. كل دول العالم، كم دولة بالعالم؟ 195 دولة، بها الزين وبها الشين. وبكل دول العالم ذني اللي ذكرت رقمها هسه بها مجرمين. واحد مريض نفسي وصار مجرم، بس ما أتذكر أكو مجرم حوسبوا أبنائه. أسامة بن لادن ذاك هو، مو ابنه قاعد بلندن وده يشتغل وملياردير، من حاسب ابنه قال له انت ابوك اسامه بن لادن؟ هذا شخص وهذا شخص. اللي دا يصير بالعراق ليش؟ واحد ما لقاه اخذه مرته، ما لقاه اخذه اخوه، ما لقاه اخوه اخذه ابن اخوه، اخذه ابنه، اخذه ابوه، عذبوهم، قتلوهم، رجعوا جثث. هاي اذا لقوهم. اكو ناس ما يلقوهم. دليل
سيطرة الرزازة، المجزرة اللي صارت، وين هم الأهالي اللي هناك؟ هاي وحدة، أكو بلاوي كومة، أكو دلائل هواية بالعراق. طلع واحد بالتظاهرات يقول إحنا للموت نطالب بتظاهراتنا وشق دشداشته، اعتقلته ثاني يوم غسان سعيد. زي ليش اعتقلته؟ اعتقلته لأنه حكي، يعني بس طلع وقال أني أريد ضجته من عنده. زين شو انتم من يصير الانتخابات وتردون وواحدكم يطلع ينظر على روسنا؟ ما نضج من عندكم احنا. ويانا اتصال، اول اتصال هذا اليوم من السعوديه، ابو فيصل حياك الله يا ابو فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ تمام والله، تشرف اني اتصل بك. كيف حالك؟ احييك. حياك الله. احييك واحيي قناه الرافدين واحيي كادر القناه واحيي الشعب العراقي البطل. حياك وبياك. الله يحفظك. ما يدري بالعراق، هي اذا ما يتحرك الشعب هذه اذناب ايران لن تروح، لن ت... وقصه سلميه مع حضاره الفاسدين ما تفيد. هذه قصه سلميه، سوف يبيدونهم كما بادوا المناطق الغربيه، كما بادوا الموصل والانبار الشريفه وديالى وصلاح الدين. هذول ناس مجرمين اتباع الخميني اللعين ابن اللعين. فعلى الشعب العراقي ان ينهض. الشعب العراقي تاريخه يعني لا يعرف الذل الشعب هذا، ولا تذله هذه حفلات مثل هذه الزمر الفاسده. وانا احييك وانا احيي الشعب العراقي. حياك الله. حياك الله يا ابو فيصل، شكرا جزيلا لك. اتصال اخر من العاصمه بغداد، ابو حسام حياك الله. ابو حسن عفوا. ابو حسن تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أخوي أسد. بارك بعمرك. طبعا أنا حي أخوي أبو فيصل من السعودية على كلامه. نعم. وما يتحدثون عن أحزاب إسلامية، أي إسلامية هاي؟ نعم. ولا أحزاب إسرائيلية، يعني كل مبادئهم مبادئ إسرائيل. نعم. يعني نفس طريقة إسرائيل شلون يذبحون الفلسطينيين، إخواننا الفلسطينيين، نفس الطريقة يذبحون بها العراقيين. فهذول مجرمين حرب، يعني قطاع طرق، مافيات، هم سووا. يعني لما يحكي يقول يعني اللي مش ايران ويا ايران، هذا ابن ايران مو عراقي. نعم. هذا قذر، يبقى قذر الى قيام الساعه. شنو هم هذول؟ هذول مو مسلمين ولا لهم علاقه بالعراق. العراق اسمه بس اهله بس شرفاء. يوم اندمروا الغربيه وازوها، هسه راح يصيرون حتى على الجنوب. يا اهل الجنوب شويه استعظوا، خلوا دماغكم عقلكم وفراسكم، ترى المره على الجنوب. نعم. ايران ما تحب ترى لا شيعي لا سني لا كردي لا مسيحي لا تركماني، كلهم ما تحبهم. فتحذروا يا الجنوب، ترى كرامتكم اغلى من اشياء هوايه، اغلى من الفلوس واغلى من المال، اغلى من كل شيء. نعم. بس اعرف ابو حسن، يعني انت قارنتهم بالاحزاب الصهيونيه، يعني اذا تريد تجي للواقع، لا، الأحزاب الصهيونية أشرف من عندهم لسبب. إحنا نعرف إنه هذا الكيان غاصب، نعرف إنه هذا إجى دا يحتل فلسطين، ونعرف إنه هاي الأرض والقاع مو إله، وهو اللي دا يسويه هو عارف إنه هاي مو إله، دا يقتل ناس آخرين هو ما ينتمي لهم أصلاً. لكن صراحة لما يجي يقول لك أنا هذا شعبي أرد ألقي له دولة، ذولا ما دا يلقون دولة شعبهم، ذولا دا يدمرون دولتهم. أخي ذولا مو اولاد الدوله يا اخي، الله يخليك. انت سمعت بحياتك بعمرك هذا ما شاء الله، الله يطول عمرك ان شاء الله. سلم عمرك يعني يا رب. يهودي شفت حاربك، حارب يهودي ما هم يبدون ارض، يعني يبدون كيان. نعم. فهذول هم يا اخي، هذول يعني ما تعرف من اي كوكب. يعني انا دافع عن ايران. ايران شنو ايران يا اخي؟ هو هم وزير النفط، لما مو على الحدود، هو كان يعرف اكو حروب؟ ما كان يعرف حروب. نعم. بس هم متفقين على العراق يا اخي. صحيح. السعوديه يروحون فدوه لتراب السعوديه، لتراب السعوديه على قلبي ان ولد اعظم خلق الله سيدنا رسول. فهذول اعداء الاسلام يا اخي، والله اعداء الاسلام. نعم. شكرا لك ابو حسن. يعني المراه اللي بديت كلامي عليها قالت انه على اساس حكم اسلامي كل شيء ما شفنا من هذا الحكم اللي انتم تقولون عليه، يقول بديت بكذب ونهيت بدمار. يعني من المفترض انهم لو يعرفون الاسلام صحيح لصاروا مثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، طبعا مع الفارق
لا يجوز التشبيه بين الطرفين، بين هاي الأحزاب اللي جاي تحكم العراق وبين عمر بن عبد العزيز. لكن حتى أذكر بكم نقطة، بزمن عمر بن عبد العزيز رادوا يوزعون الزكاة على الفقراء، ما لقوا فقير، اشتروا بها أكل وشمروها للطيور وللحيوانات، لأن ما بقى فقير بالدولة، لأنه كان المال يوزع بعدل. وللعلم بزمن عمر بن عبد العزيز تعرفون الدولة ايش كبرها؟ من الشرق للغرب، من السند للمغرب، كان يحكم كل هاي الأراضي. أنتوا جايين تحكمون جزء جزء من دولة عمر بن عبد العزيز ما قادرين عليه، لا قادرين تطون حقوق، ولا قادرين تطون كهرباء، ولا ماء، ولا أكل، ولا شرب، ولا صحة، ولا تعليم، ولا أمان. ذني متطلبات الحياة الأساسية، يعني متطلبات الحياة الأساسية من المفترض على أي دولة تحترم نفسها ما تخلي المواطن يدور وراهن. متطلبات الحياة الأساسية غصبا ما على الدولة وعلى الحكومة توجدها، غصبا ما على من موجود على رأس هرم السلطة واللي قاعد على هالكرسي أن يوفرها، وما يخلي المواطن يفكر بيها، يخلي المواطن يفكر برفاهيته. أنا شلون أزيد دخلي؟ أنا شلون أتونس؟ أنا شلون أربي ولدي وأكبرهم وأزوجهم وأفتح لهم بيوت؟ أنا شلون ألقي وظائف الولدي باشر عقبة من أكبر؟ ذن اللي تخلي يدور وراهن، مو تخلي يدور أمان، ولا تخلي يدور مي وكهرباء. المي والكهرباء هسه بالدول العالم آخر هم، ماكو دولة بالعالم تنقطع بها الكهرباء بنظام مبرمج، ماكو دولة بالعالم ما بها مي للشرب. ميانمار مو دولة دي يحاربون المسلمين هناك، ما توقع تنقطع عندهم المي والكهرباء. بس بالعراق، بس بالعراق صدق قريت يعني مقال يقول سقف المطالب سنة عن سنة من 2003 إلى اليوم ده ينزل. كنا نطالب باستقلال العراق عن الاحتلال، وراها قمنا نطالب بالأمان، وراها قاموا يطالبون بخروج الميليشيات، وراها قاموا يطالبون برواتب، وراها قاموا يطالبون بمي وكهرباء. باكر عقبة يقومون يطالبون ببيوت وسقف يحويهم، ما بقى غير بس هذا. ومن يطلع المواطن يقول يابا أنا ذني حقوقي أريدهن، شو يسوي حيدر العبادي وجماعته؟ يدز جيش. وشون يدز الجيش؟ يا أما يدز متظاهرين بالهمر، يا أما قنابل مسيلة الدموع وميحار، ميحار يسلق يضرب بيه شيخ بقدبه، يا أما إطلاق رصاص حي، اعتقال، تعذيب. يعتقلون مواطن أهله يتخيلون أنه راح يرجع لهم، يحققون وياه ويرجع لهم، يجي مزورق من فوق لجوه وميت. ليش؟ زي هذا مو إرهاب؟ يعني الدولة العراقية أو عفوا السلطة العراقية، السلطة العراقية لما تجي تقول أنا أحارب الإرهاب في الموصل والأنبار وصلاح الدين وتنظيم الدولة الإرهابي، تنظيم الدولة شنو؟ الإرهابي. لا أحد يجي يقول عن دا دافع. زي أنتوا لما تحاربون الإرهاب تحاربوه برهاب؟ قتل الناس وأخذ الناس على الهوية وتشابه الأسماء أنتوا محاليها، بو إرهاب هذا؟ يطلع مواطن بالبصرة يتظاهر يقول أريد مي وكهرباء، درجة حرارة بالعراق يقول سلقتني سلق، أنا ولدي أريد نرتاح. بال 2018 إحنا العالم تطور، هذا مو إرهاب؟ لما المواطن يروح يريد يلقي حقه، جاني واحد اعتدى علي يا دولة واخذي لي حقي، والله أنت مو من الجماعة، والله أنت الميليشيات ما نقدر لهم، والله أنت يعني هذا وينه؟ هذا مو إرهاب؟ شدة تأسسون. ويطلع لنا تقرير البارحة يقول يعني مع الأسف يقول اللي دا أشوفه بالعراق، الكاتب الأمريكي يقول اللي دا أشوفه بالعراق يوحي بأن العراق راح يصير صومال ثانية. حبيبي ليش هو ما صار؟ وينكو دولة أصلاً؟ إحنا عندنا ميليشيات هي تحكم، لا حيدر العبادي ولا نور المالكي ولا سليم الجبوري ولا أي سياسي من هالسياسيين يقدر يسوي شيء بالعراق. بينما قاسم سليماني المطلوب تحت لوائح الإرهاب هو اللي يقدر يسوي شيء. إيراني، إيراني إلى الأمر والنهي بالعراق، وعراقي ابن البلد أباً عن جد، يجوز أبوه واحد من اللي خدمه هذا البلد بطريقة ما
حد يعرفها. يجوز أبوه واحد من اللي بنوا شيء بهذا البلد، يجوز أبوه واحد من ضباط الجيش العراقي اللي دافعوا عن هذا البلد على مر السنين، ما يقدر يطلب حقه. ليش؟ هذا السؤال أوجهه مو للمواطنين، هذا السؤال أوجهه إلى كل أحزاب السلطة، مو بس اللي قاعدين بالكتل السياسية اللي دا يتعاركون على البرلمان وكراسي البرلمان ومن يصير وزير ومن يصير رئيس وزراء، لا، حكومات المحلية، مجالس المحافظات، مؤسسات الدولة، الميليشيات، الوزارات، البرلمان، الكتل، السياسيين، كلهم ذول اللي يسمون روحهم إحنا سياسيين بالعراق وإحنا حكام العراق. أوجه لهم هذا السؤال، ليش الغريب يحكم ويأمر وينهي ويحصل، وليش ابن هذا البلد اللي أبوه قد خدمك أنت وأهلك قبل ما تجي للدنيا ما يقدر يأخذ حقه؟ وتجينا إيران ما شاء الله عليها تقول أنا أريد تعويضات عن الحرب العراقية الإيرانية، ليش هو منو بداها؟ مو أنتو جايين تطلبون تعويضات من عندنا؟ مو 8 سنين أكو 1000 قرار لوقف إطلاق النار، مرضة إيران توقف إطلاق النار، وجايين هسه أنتو تقولون إحنا أريد تعويضات؟ زين يابا أخذتوا تعويضات، والقتلى العراقيين اللي راح، والخسارة العراقية مو أنتو السبب بيها؟ حرب المدن منو بداها؟ أريد أقول نقطة للعراقيين، ترى الحرب العراقية الإيرانية مو حرب مدن، كانت لل84 هي حرب على الحدود. بال84 إيران قصفت بغداد. منو بدأ حرب المدن؟ منو بدأ حرب الناقلات؟ منو بدأ حرب الاقتصادية؟ مو أنتو جايين هسه تطالبون بتعويضات؟ ويطلع لنا جلال الدين الصغير يقول ما يستحي لعبادي ينكر فضل إيران ويقول أنا أوقف ويا العقوبات الأمريكية وهي ما طالبتنا بتعويضاتها؟ قرار 598 ب1000 وما أدري إيش قد مليار دولار، والله ما تستحي أنت. أبو علي من كربلاء، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم عنا، الله يرضى عنكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يرضى عنك يا رب. الله يخليك. أنا من البارحة جاء أتصل وما حصلكم البارحة، أما الموضوع على هذا قول حقيقة. سألوا في يوم من الأيام مقتدى الصدر، قال أكبر شخصية قوية في العراق مو من جيبي أنا، قال قاسم سليماني. نعم قاسم سليماني إلى حق عمي، تدري ليش؟ ليش؟ لأنه هذا الهاشم الموسوي وجلال الدين الصغير هم كلهم أصول إيرانية، يعني لما يجي ويدافع عمي يا العراقيين يا الطيبين إحنا ليش ننسى؟ ليش؟ إحنا إيش علينا دولة كبيرة حرمت على الدولة الثانية؟ إحنا إيش علينا؟ فيها عليها اثنين، أنا أتحدى واحد عراقي يجيب فد مسؤول أو فد مواطن عادي دافع عن العراق. بالعكس هاي الدولة الموجودة هسه والحكومة ساعدت بالحصار على العراق 13 سنة، هسه الحصار الإيراني بعد حتى ما بادي. زين أنا عندي عتاب على هالشعب، على الوسط والجنوب، أنتوا السكينة، أنتوا السهم أو أمام العدو الحقيقي، تدخلون الترياق والحشيشة والمخدرات وبيناتكم جماعة يطلع ويقول أنا اللي يسوي كذا وأريد إيران، ويروح يضرب السعودية الشقيقة بتسع صواريخ مثل هذا واثق البطاط. يعني إحنا إلى متى عمي؟ هاي دولة 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 ذات يدون الحصار مثل ما يصير بإيران، أصبح الدولار الواحد ب12,000 تومان، يعني راح تصير الورقة عندنا 1,200,000. يعني احنا هيك هسه قوة عايشين. الله الله اثنين، انا ارد اسال يا جماعة الخير، يا جماعة الخير انتوا لا تتصورون او الدولة الاخ العزيز المذيع يعني وفى وكفى من عيد العشمات. احنا هاي ذولة بيناتكم وبيناتنا، وين ما تفتح الباب تشوف الصور وشوف الاعلام وشوف المكاتب، هذول مأمنين، ذولة لازم ينضربون. وانا اعتاد على كل العراقيين اذا يعجبك تروح دماء المتظاهرين أجر، وتروح شعب العراقي أنت لا تظهر وابقى قاعد وراح ترجع عليك الضيم. وعندي عتاب كلش مهم، أنا بدي أسأل إلي حق لو لا أسأل، أنا كعراقي طبعاً شو المزعة الثاني إلي حق أقول
هذا كيف ذاتيه شنو؟ ومين جانا؟ وش قصر له؟ وشنو شنو شنو سوى لنا؟ هل هو عنده كتب؟ هل يحضر حلقات درس؟ زين ليش الايراني؟ ليش الايراني؟ يعني امهات العراقيات الابطال صاحبين هذا التراث كله ما عندنا مرجع عربي يصير؟ ليش؟ اثنين هاي الاموال بالعتبات المقدسه المليارات اللي قاعد ياخذ السستان وربعه لا حساب ولا ولا رقيب وقاعد يبنيها بايران وبلندن وهاي ليش ما حد يقول ليش؟ وفوق كل هذا الوقف الشيعي ياخذ 200 مليار ليش؟ ليش؟ وبعدين موقف السستاني من الاحتلال الامريكي اعتبرهم ضيوف وتحدى من مريدين ومحبين السستاني ان يجيب دليل او تصريح او قال انه السستاني ضد الامريكان كافعات الى متى اني فكري اني فكري بقرن الواحد وعشرين مثل جدي وابوي الى متى احنا دائما بنقاتل ايران ليش ليش لا. ليش لا. احنا شنو نذبنا ما يكفينا حروب احنا ودينا عليكم تجون قاتلون زين الحشد الشعبي هو حشد غير شعبي لو شعبي من كل العراق مو بس طائف الشيعي انا كعم الشيعي بن شيعي زين ليش بس من الطائفه الشيعيه وبعدين الحشد الشعبي من اللي سوي الخطا الطيران الامريكي عمي احنا على اساس هم ضد الامريكا انت عمي انت يا هاي يا هاشم المسوي وغيرك عندك طلبوا امريكا فضل روح ايران ومن ايران روح قاتل امريكا اذا شنو الدليل؟ الدليل احنا ما عندنا دوله مركزيه احنا ما قاعد نميز طريقنا وين يصير يا عراقيين تريدون اكثر من هذا التعاسه خلوا هذا الربع بيناتكم وخلي يضرب امريكا وخلي يسوي ويسوي ما يسوون عمي الاحتلال على ثلاث ركائز ترى احتلوا ايران امريكا المرجعيه ولا تنسون من الحرب والهدات الامريكان وخلوا راح الى بلد محتل بلدي يعني السستاني راح الى بريطانيا بحجتي يعالج شلون راح بيروت شلون راح بيروت ما تذكروا ما كانت عندنا طائره شلون اخذته طائره امريكيه ودته الى بيروت ومن بيروت راح الى لندن والنوبه اجى الكويت والناس استقبلته عم حس العراقيين احنا العراق نفكر به بس الشعب هذا غلط لا تكررون حادثه ابن العلقمي صار لنا 700 سنه ندفع ثمنها لا تكررون حادثه محمد بن علي اللي في زمن الدولة البوهية واحتلت بغداد هذا تنتو وأنا شفت الجماعة يقولون يشكوا بها احنا ولاية الفقيه ميزوا ما بين المرجعية التقليدية وما بين ولاية الفقيه الولي الفقيه يعني نائب صاحب الزمان يعني إلى حق أن يتصرف بمالك ووطنك وروحك أما المرجعية التقليدية تريد تقدم في المقدة هذا المشكله هاي تبع وبعدين مو كل المرجعات تأتي ولايه الفقيه لولايه الفقيه لا من الدين ولا من المذهب اجتهاد كتبه الخميني سنه 1964 الى متى احنا ضايعين يا صار طلي فجوه ودي سوريا ودي دافع ليش مو كافي دماء اثنين وانا العب وطلت عليك اتذكر سؤال هاي المناطق الجنوب الوسط امينه ليش ما بنوا بها يعني مو عاد يا عراقي خذ كرامتك وتاخذ لك مي وتسكت وتاخذ لك خبزه انت اكبر من هذا اشتري لك وطن وطن احنا محتاجين الى وطنيه احنا محتاجين الى وطن محتاجه نعيش به مو العراقي وين ما يشوف العراقي يرحمكم الله على مسكين هذا كله العالم خزينه قدام العالم والله على مود وعلى مي وكهرباء حزوا الى متى وانا اعتذر عمي سامحني شكرا ابو علي ومسامح حرقة قلب حرقة عراقي حرقة ابن بلد حرقة واحد يدور وطن قال احنا مفتقدين وطن كلمة تخلي غصة بالقلب كلمة تشيب شعر الراس لما انت تحب بلدك وتحب وطنك وتشوف روحك مو قادر تسوي له شيء عندنا اتصال من تركيا ابو ناصر حياك الله السلام عليكم استاذ عليكم السلام ورحمه الله حيا حضرتك وقناه الرافدين وكل الكادر وكل الاخوه المتصلين حياك وبياك عزيزي يعني استاذ اسال بشري اذا احنا شنو اللي نتوقع من وراء هاي الزمره المجرمه الفاسده بعد 15 سنه من تسلطهم على رقابنا
يعني 15 سنة ما شفنا غير الدمار والخطف والقتل والتهجير وانتشار الميليشيات طبعا المدعومة من أسيادهم الإيرانيين. شنو شفنا غير المخدرات والدعارة أجلكم الله واللي يرعاها المعممين والسياسيين والبرلمانيين؟ وشنو شفنا غير البطالة اللي تبتك بالشعب والزمرة المجرمة الفاسدة تستحوذ على كل خيرات العراق؟ شنو شفنا غير أصحاب الشهادات العليا والاختصاص والكفاءات فاتح له بسطية بالشورجة ويشتغل عليها، وأولاد المعممين والسياسيين والبرلمانيين ما يحمل أي شهادة، وحتى إذا كان يحمل شهادة فهي مو أكثر من شهادة الدراسة المتوسطة، ومستلمين مناصب عليا بالبلد. أستاذ أفل، شنو نريد نشوف ونسمع بعد كل اللي صار بشعب العراق؟ نعم. وين ماكو واحد نكرة حط إمامه على رأسه وصار رجل دين وعالم وقام يضحك على عقول الناس البسطاء؟ شنو نشوف بعد يعني 15 سنة لا كهرباء ولا مي صالح للشرب ولا مستشفيات ولا مدارس ولا تبليط شوارع ولا جسور؟ خلي يدعون الصدام حسين اللي بنى كل هاي المستشفيات والمدارس والجسور، وهم يجوا على الحاضر واستمروا عليها وما قدموا أي خدمة للمواطن العراقي. شنو نشوف وهاي الزمرة المجرمة الفاسدة ومعمميهم باعوا العراق وفرطوا بسيادة العراق وأرض العراق وسماء العراق وخيرات العراق وسلموها لدولة الإجرام إيران؟ أستاذ أفل، يعني خلي يكون الشعب العراقي على بينة بأنه العراق ما راح ينعم ولا شعب العراق ينعم بالأمان والعيش الرغيد إذا ما يتم القضاء على كل هذول اللي يدعون بأنهم السياسيين والمعممين والبرلمانيين، ومصادرة كل الأموال اللي سرقوها من الشعب. كل الموجودين بالعملية السياسية هم أذيال وأتباع الإيران. نعم. وهسه للأسف يعني هاي قبل يومين أنا سمعت بعض اللي يدعون بأنهم سياسيين من أهل السنة يلهثون للتقرب من إيران وإرضائها بسبب المناصب، وهذا طبعا دليل واضح وصريح بأن إيران هي اللي مسيطرة على كل أمور العراق، ولا يطلع واحد من الفاسدين ويقول إحنا دولة مستقلة. هذا الكلام بعد ما يمشي على العراقيين. بس أريد أوجه سؤال للمرجع اللي يسموه المرجع الأعلى اللي خلوه يعني سووه كنبي أو كملك مقرب من الله سبحانه وتعالى. نعم. أنت لما تملك هاي الأموال كلها بالمرجعية وتشوف الشعب جائع والشعب ضايع والشعب ما مقدمي له أي خدمات، ما قريت يعني أنا أشوف بعض الأحيان ينشروا له صور لازم القرآن وده يقرأ. طيب أنت ما قريت الآية الكريمة اللي تقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم؟ يعني أنت وصلت الأرض للعمر وتملك هاي الأموال اللي تكفي كل فقراء العراق، كل العراق هم مو بس الفقراء يعيشون برغد ويعيشون عيشة حلوة ومستقرة ومرتاحين. أنت تملك هاي الأموال، شنو اللي راح تسوي بيها؟ شلون راح تواجه رب العالمين وش راح تقول له؟ وأنت تقول أنا مرجع وأنا رجل دين وأنا 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 وعبد المهدي الكربلائي اللي أنت حسب ما نعرف بأنه 4 سنوات بالبرلمان يمكن ما شفناك مرة من الوحد من المرات طلعت على شاشة التلفزيون، وتأخذ هسه تقاعد أكثر من 5 أو 6 أو 7 ملايين دينار عراقي، وكل يوم جمعة طالع وتوعظ بالناس وأنت أفسد من الفساد؟ مو كافي يعني أنتوا إلى متى تبقون مستمرين على هذا فسادكم؟ مدى تشوفون شعبكم إذا صدق هو شعبكم؟ لكن بالأساس أنت يا ياسستاني وغيره وغيره، أنتوا تبعية، أنتوا مو عراقيين، أنتوا أصلا دمرتوا العراق، أنتوا شوهتوا صورة العراق. كافي تستمرون على هذا نهبكم وسرقاتكم للعراق. يعني خلي الشعب العراقي واللي يتبعون السيستاني ويقولون بأنه هو مرجعنا الأعلى وهذا خط أحمر، خلي يقرون أكو صحيفة اسمها أخبار الخليج، خلي يقرون المقالة المنشورة بصحيفة أخبار الخليج ويشوفون شلون الرئيس الأمريكي ترامب طلب من بريطانيا إنهاء خدمات السيستاني. خلي هم يفسروها على راحتهم ويشوفون السيستاني بمن مرتبط. يعني رجل غير عراقي يتحكم بأمور العراقيين والشعب جايع وهو يملك المليارات، والزمرة الفاسدة كل واحد من عندهم يملك ميزانية 3 دول والشعب جايع، يعني إلى متى يبقى الشعب ساكت عليهم؟ إذا ما تنتهي هاي الزمرة أستاذ أفل ما راح ينعم العراق ولا شعب العراق بالخير، وإن شاء الله أيامهم قريبة وما بقى لهم شيء، لأن الشعب عرف هم شنو ومعدنهم. نعم. شكرا 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 لك أبو ناصر من تركيا.
يعني رسالتين باخر اتصال يعني ابو علي من كربلاء اللي حسيت الدمعه راح تطفر من عينه، واقول لك يا ابو علي دمعتك غالي على العراقيين كلها، مو بس على اهل بيتك ولا علي اني. انت عراقي اصيل، انت قاعد تدور مصلحه بلدك. ابو ناصر كذلك، كل المتصلين يعني ايضا. لكن السؤال الاهم هنا، انتم ما تتخيلون انه هاي الحكومات اللي قاعده هسه تفرهد بالعراق وتصرف اموال العراقيين مو لهم، ده تعطيها هبات للغير، ده تعطيها لايران وغيرها وسياسيين، وده يعطوها الميليشيات، وده يعطوها لجيوب كتل سياسيه هم جوي للسرقه ما جوي لحكم. ما تعتقدون انه ذولا تفكيرهم مو بالعراق؟ هذول تفكيرهم بجيبه وبالولي الفقيه، لانه اذا هذا ما رضى عليه ما راح يقعد بمنصبه. دليل هوايه، سليم الجبوري صارت عليه قضيه، طب الطهران طلع براءه، وغيره 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 من سياسي السنه قبل الشيعه. فاصل قصير ونرجع لكم. اهلا بكم من جديد. قبل الفاصل انا ما حكيت على سياسي السنه، اكو وصف دقيق إلى للي ما فاهمه. امين عام هيئه علماء المسلمين الدكتور مثنى الضاري قال ذولا ايتام على مائده اللئام. اليتيم لما تجيبه بمائده ووليمه يحس انه ما راح يطلع من هذا البيت اللي بهاي الوليمه اللي قباله، بعد ما راح ما يلقاها العفو، ما راح يقعد عليها، فيريد ياكل اكبر كم، ويريد ياخذ اكبر كم بحيث ياكل بايد ويضم بايد ثاني دا ياخذه وياه حتى لا يخلص من عنده، لانه هذا ما يقدر يجيبه. ذولا ايتام، ذولا جتهم شغله اسمها الحكم او الكرسي، اجاهم بلد صايت امريكا وايران، بلد ما بي قانون هسه، دوله سقطتها امريكا، نظام انتهى، قانون ماكو، قضاء راح، جيش ماكو يدافع، فكك بريمر، مؤسسات دولة راحت، أمريكا سمحت أن تسرق مؤسسات الدولة، أن تسرق المصارف العراقية مو لله والوطن، حتى تأسس إلى دولة ضعيفة، أسست دولة ضعيفة جابت ذولة. ذولة يقول لك أنا بأي لحظة أروح من عندها بعد ما حصل هذه الكعكة أو هاي الوليمة أو هذا الكنز اللي أنا لقيته، كنز دافنة قرصان قبل عشرات آلاف السنين، يجوي فتحوه ونهبوه. هذه الدولة العراقية ترى مو دولة حديثة، العراق أقدم دولة موجودة بالمنطقة، بالمنطقة كلها أقدم دولة هو العراق. يجوي ذولا نهبوه، آثارك برا، خيراتك برا، نفطك مو إلك، حياتك مو إلك، هواك مو إلك، وميك مو إلك. يعني يقول أبو علي قبل شوية يقول مناطق الجنوب والوسط آمنة، ليش ما بنوا بها؟ سؤال طرحه أبو علي أتمنى المواطنين يجاوبون عليه. صدق مناطق الجنوب كانت آمنة ما بها شيء، ما ثارت بها طلقة واحدة، أكو حالات سببها الميليشيات، أي أوك ما أقول لكم ماكو، بس عموما آمنة، ليش ما بنوا بها؟ لما تطلع تركيا دا تبني سد وتقول اني قبل سنه بلغتهم وطيتهم الموعد النهائي للاكمال واجلت لانه ما سووا شيء،
وفتحوا السد وطلعوا مرت اللخ قالوا سدينا البوابات حتى يقدرون الجماعه يلمون مي ويسووا لهم حل صورتهم. ليش ما سووا شيء؟ ليش ثاروا على سد تركي وما ثاروا على السدود الايرانيه اللي قطعت مياه كامله؟ ليش ما سووا شيء للملوحه اللي تصير بالبصره؟ ليش ما سووا شيء للحزام الاخضر اللي انتهى والمدن صار بها تصحر لانه ماكو غابات داير مدايرها؟ ليش ما سووا شيء للامراض اللي قاعده تنتشر بالعراق وما كنا نعرفها اصلا؟ ليش ما سووا شيء للاميه اللي رجعت بالعراق وكان العراق ما بها اميه؟ ليش ما سووا شيء للبطاله اللي كثرت بالعراق وكانت عندنا اكتفاء ذاتي؟ ليش ما سووا شيء والحيوانات والثروه الحيوانيه العراقيه والسمكيه دا تنقرض واحنا كانت عندنا سله غذائيه كبيره؟ وليش ما سووا شيء وكانت عندنا زراعه تكفينا ونصدر منها وهسه ما عندنا؟ النخل انتهى بالعراق، البصره بحدها بها 30 مليون نخله. يعني البصره بحدها كانت قبل 2003 الى كل مواطن عراقي نخله، ومعروف النخله ايش قد الذب. ليش ما سووا شيء؟ عندنا اتصال من السليمانيه. عبد الرحمن. السلام عليكم استاذ اسد. عليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيكم ويبارك بجهودكم ان شاء الله وحياكم الله، اسال الله ان شاء الله كل كلمه تحقق منها ميزات حسناتكم. يبارك بعمرك يا رب. الله يسلمك. اخي استاذ افل، يمكن انت بين العارفين اكو مقوله لهتلر يقول كان بالطاعتي ان اقضي على كل يهود العالم ولكن تركت القليل منهم حتى تعلمون ما هي حقيقه اليهود. لماذا حاربتهم؟ نعم. فعد ما ذولا يعني زمن الحكومه الوطنيه اللي كان يقود المرحوم الله يرحمه صدام حسين، ذولا من تهجروا وانهزموا من العراق زين، كان يعرف شنو معدنهم ذولا حتى يشوفهم للعراقيين اللي كانوا مغرورين بيهم، كانوا مقطوعين بانتماءاتهم الغير جهات، فهسه بين معدنهم شنو ما شنو ونعرفوا اذا القاصه والداني بعد ما غير واحد مخدوع بهم ومخدوع بانتماءاتهم ومخدوع ببلاءاتهم المن ما المن. فاللي عنده ذره احساس زين يفكر بالوطن، احنا هذا المي والكهرباء هذني ما ينعطن ما ينعطن يعني من سياسي، لاني الحقوق اللي مستحقات الحياه اخي استاذ افل. احنا نداعب وطن انسلب من عندنا زين بوضح النهار، هذني المفروض اخواننا المتظاهرين الله يثبتهم ان شاء الله ويشد عزيمتهم، ونسال الله ان شاء الله ان يقوى عزيمتهم وينصرهم على كل ظالم، ان يتجاوزون ذن مرحله المي والكهرباء والخدمات، ان يداعون بوطن بعد ان يتجاوزون عن لا يدفعون بهم. الوطن احنا انسلب من عندنا الوطن، المي والكهرباء من يصير عندنا وطن هن يجري الحال اخي استاذ افل. نعم. وجزاكم الله خير الجزاء وارجو المسامحه على طالب. جزاك الله الف خير، شكرا لك يا عبد الرحمن. ويانا من العاصمه العراقيه بغداد الحبيبه ام عبد الله، حياك الله يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لحضرتك والى كل العاملين بقناه الفضائيه رافدين والى الشرفاء من العراقيين. حياك الله. استاذ. نعم. احنا انتهى حكم صدام. نعم. وكان يعني الشعب العراقي كان يعني بدا فالمبدا الثاني هو انه يفتح طريق الانتخابات والبرلمان لاختيار ممثليه من الشعب. نعم. طبعا في زمن صدام نقول كان دور الجيش كان رابع جيش في الوطن العربي او بالعالم، اللي كان حامي الجهه الشرقيه من الوطن العربي ورافع رؤوس العرب كلهم. نعم. اما الان من صارت الانتخابات بعد سقوط صدام وانتخبوا الشعب الممثلين، كل هاي الامنيات راحت بالفشل.
اولا دخلت الدول الاقليميه والدوليه في شؤون العراق. نعم. تدخل الروسي هذا تدخل جديد الى الجانب الامريكي والايراني. نعم. اصبح العراق يخطط سياسه من قبل الخارج وخاصه ايران وامريكا واسرائيل. نعم. التبعه والحكم المخصص الطائفيه والحزبيه والعرقيه، واصبح العراق تحت مطرقه ايران ودول امريكا والدول الاجنبيه. نعم. استاذ، إذا إحنا نريد نشوف الوضع اللي هسه بالوقت الحاضر هو وضع متدهور، والسبب هذا التدهور اللي موجود بالعراق هو الشعب العراقي. الشعب العراقي إنه كان نتيجة الطائفية أصبح مقسم إلى أقاليم، أقاليم بس مو بشكل رسمي. قاموا بعملية إبادة المحافظات، والمحافظات الجنوبية بقت على وضعها. الحكومه العراقيه قامت بعمليه انه محت دور الجيش العراقي، اعتمدت على الحشد واعتمدت على الميليشيات واعتمدت على الشخصيات الاجنبيه خاصه الايرانيه، وكان لها دور كبير في القضاء على داعش. محت وجود الجيش العراقي المناطق الجنوبيه يعني بيها نوع من الطائفيه اولا مع الاعتراف، وبيها نوع من التخلف والجهل، لأن السياسي من يحكي يقول أي شيء حتى إذا كان خطأ كان كل أهل الجنوب والمنتفعين يصحون اللهم صل على محمد وعلي محمد، يعني ما كان يقومون بعملية تصحيح أو مناقشة الوضع اللي يعاني فيها أهل الجنوب. خلوا الشباب بالحشد وقتلوهم، وحتى قسم من عندهم ما كان يرجعهم إلى أهالياتهم. هسه من وصل الوضع الى الكي، وحسوا اهل الجنوب انه لا منفعه من هذه الحكومه، بدوا يقومون بعمليه التعبير عليهم عن طريق المظاهرات. لا. المظاهرات اذا ما تاخذ جانب القوه ترى يكتب لها الفشل، لان المظاهرات في كل الاحوال وكل العالم المظاهره من الصين يكتب لها النجاح، الا احنا شعبنا يختلف عن الشعوب الباقيه. ليش؟ لان عندنا تخلف، عندنا نوع ما عندنا احساس بالوطنيه اللي نقدر نحافظ على سياده العراق. ليش؟ لان التدخل الاجنبي انهك قوى العراق، التدخل الايراني كسر العراق، الجيش ما له دور حتى هسه بالوقت الحاضر، ما شف الجيش يكتب يشارك بشكل رسمي، إلا خلوا الحشد والشخصيات الإيرانية هي تكون بعملية العمليات العسكرية. هذا كله سبب إحنا الخطأ، إحنا من الشعب العراقي. هسه جاع الشعب العراقي، استمرت الحالة، وصل إلى حال مسدود وسدت النوافذ، يعني صار نوع من الهياج وغضب الشعب من أجل الخبل. بس يعني هي ترى أمريكا تحاول سلب ثرواتنا وسلب إرادتنا الوطنية، فإحنا على الشعب العراقي أن يتحد ككل. إذا هم واحد وإحنا واحد ترى ما يكتب إلى النجاح. نعم. وإن شاء الله نكون إحنا متحدين، وإن شاء الله إن شاء الله. شكرا 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 لك أم عبد الله. قبل ما يدركنا الوقت أقرأ رسائل الواتساب. من الإمارات يقول: أخي، عمليات يومية قتل، ترويع، سرقة، يطاول بعضها شخصيات عسكرية يومية متواصلة في أغلب مدن العراق تقوم بها تلك الميليشيات المفلتة. عمليات قتل وترويع وسرقة، يطاول بعضها شخصيات عسكرية ويطاول بعضها مؤسسات حكومية وحتى شيوخ عشائر، كما حصل في الدجيل قبل أيام، حيث خطفت ميليشيا عصائب الحق شيوخا من عشائر قبيلة خزرج وقتلتهم ورمتهم على قارع الطريق. يقول: هكذا ببساطة تنفذ الميليشيات عملياتها وحكومة العراق. السلام عليكم، أحييك وأحيي قناة الرافدين صوت الحق، أخوك أبو آدم. هذولا ما يتركون بلد إلا يصير بحر دم، يعني إذا ما تصير ثورة عارمة بكل العراق ما نخلص منهم، والله المستعان. السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين أخي العزيز. أفل الشعب العراقي مسؤول الأول للخراب الذي يحدث في العراق، حيث ماذا تقول لشعب يسمي ميليشيات تقول بالفم المليان نحن ولاءنا لدولة أخرى
كما تصرح به الميليشيات العراقية التابعة لإيران وقادة الميليشيات الذين يستلمون رواتبهم من إيران. والله مع الأسف على هذا الشعب اللي يضحكون عليه أنه بعثوا صدامين وهم أكثر الناس اللي تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، فللشعب هو المسؤول عن بقاء هؤلاء وأكثر البرلمانيين الذين انتخبوا بالتزوير عملاء لإيران، وسوف يبقى العراق فاسد بسياسيه حتى يقوم الشعب بثورة مسلحة ضدهم. هذه رسالة مكاتب لي هو اسمه منه. عندي اتصال أبو علي من السليمانية، من صلاح الدين عفوا. السلام عليكم استاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ أفل، هذه أساسا هي مو حكومة، هي هذه أساسا أنا أسميها ولحد الآن آلاف المرات أتصل بكم أسميها هي عصابة هذه. نعم. يعني أنت قيس على صلاح الدين، على مستوى صلاح الدين سواء من الدجيل إلى اتصل لحد الشرقاط، اللي سووه بهاي المحافظة شنو؟ والله هاي المحافظة اللي قدام عيوننا جاي نشوفه. قضاء الدجيل نصه مهجر ونصه قتل. انا احكي لك عن نفسي شخصيا، انا هجرت وتفلشت بيوتي وبيوت اخوتي لسبب واحد. نعم. بس منع القاسم سليمان يدخل مناطقنا هاي، بس اتصلت بالقائم مقام وبالمسؤولين بانه قاسم سليمان لا يدخل مناطقنا، لا عندنا رهاب ولا عندنا مشاكل للحكومه، بس لا يدخل قاسم سليمان. انا هجرت المنطقه ثلاث أربع هجرات وبيوت أخوتي كلها تفلشت هاي تساوت ويلقى، والمساكين انقصت. تروح على الصينية، الصينية حتى شكوا بالصينية، والصينية لحد الآن مهجرين. العوجة اللي سوتها شنو وهجرت العوجة مسالمة من البداية لحد النهاية. منبع صدام حسين ما سوى شيء ذاك، يعني المنطقة اللي هي موجودة العوجة ليش هجرت هاي المنطقة؟ لكودن ولد صدام، قدام راح تعدمتوا بديكم يا مجرمين. ترجع السادة مالتهم بلا 2003 ما احكي اقول قال وقال. انا شخصيا وياي مجموعه رحنا على السيد السيستاني دام الله ظله، رحنا نطلب من عنده بانه هذا الاحتلال الامريكي كذا وكذا. والله احتلال 13 ساعه نزلت علينا القوات الامريكيه وشالتنا. هذا بلا يعني بشهر التاسع عن منطقيات تحرير اخذونا للمطار ضلوا يعذبوني للامريكان على هذا الموضوع. يقولوا لي السيد السيستاني وسيد زياد وسيد عبيد، انا شخصيا رحت عليه ما التقيت الا بس ممثل من عنده هاي بالنجف الاشرف. يعني قلت لك 13 ساعه نزلت علينا القوات الامريكيه شالتنا، احنا تقريبا ثمانيه شالونا رحنا على الثاني. ترجع على حسين الصدر كلكم تدرون قدام شاشه التلفزيون شال المصحف ومطالبه برايمر. يعني نقول كتاب المسلمين شال مطالب الصليبيه. يعني شو تريد تقول عليهم؟ أبو علي يعني كلامك صحيح وسامحني بس الوقت أدركني ولازم أختم. شكرا جزيلا لك أبو علي. قبل ما أختم على السريع آخر واتسابين، يقول أخ أفل العراق مذبوح ومصيبة أهل خانوه، هسه اللي يحكم المذهب. أخي والله لو آل البيت موجودين لطلبوا لجوء في الخارج من هؤلاء العملاء والمنافقين والخونة. أستاذ العراق محتاج يستورد شعب، لأن الشعب اللي يسرق دوائر الدولة من اللي حكمه أليس التافهين والسراق؟ وآخر واتساب يقول أنا أخاطب هذا المدعو الموسوي ممثل الميليشيا اللي يقول أنه أنا راح أدافع عن إيران وإيران خط أحمر، أنت بأي حق تدافع عن إيران؟ وميليشيا النجباء الذي يصرخ باكيا على حصار إيران ما يشتم العبادي الذي يلتزم بالعقوبات من أجل مصلحة الشعب، لماذا لا تتباكى على ما يحصل على من يحصل على لقمته من القمامة؟ ملايين الأرامل والأيتام يأكلون من القمامة. وصلنا إلى ختام البرنامج، نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، وأرجع وأقول لكم الحل بيديكم أنتم يا الشعب. إلى اللقاء.